بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هنقل لحضراتكم مباراه القمه في كره السله، الاهلي والزمالك، ديربي كره السله، مباراه الاثاره والمتعه. المباراه تاتي في الجوله الرابعه في دوري السوبر او تمهيدي دوري السوبر لكره السله، والمباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المباراه ستاتي او ستقام في تمام الساعه 8، اي بعد حوالي ساعه من الان. المباراة مهمة لكلا الطرفين، وزي ما حضراتكم عارفين وكلنا عارفين ان مباراة الاهلي والزمالك في اي شيء هي مباراة قمة وبطولة. الحقيقة فريق النادي الاهلي داخل المباراة في الجولة ده، المباراة الرابعة ليه في الدور التمهيدي. خليني بس الاول اقول لكم شكل البطولة ايه عشان الناس تبقى فاهمة انه او تبقى عارفة البطولة ماشية ازاي. بطولة السوبر فيها 8 فرق بيلعبوا رايح جاي، ماتش على ملعبك وماتش على ملعب الخصم. المباراة النهاردة هي مباراة الذهاب، أول مباراة ما بين الأهلي والزمالك، بيلعبوا مع بعض رايح جاي 8 فرق، بيتم ترتيبهم من الأول إلى الثامن. بعد كده بنخش على الأدوار الإقصائية. الأول بيلعب الثامن، الثاني بيلعب السابع، الثالث بيلعب السادس، الخامس بيلعب الرابع. ولكن الأدوار اللي إحنا فيها دي رايح جاي دي أدوار تمهيدية بس لترتيب الفرق، يعني الثمانية هيتأهلوا. ولكن على حسب ترتيبك في الجدول أكيد مشوارك هيكون أسهل في الأدوار الإقصائية. الأدوار الإقصائية الحقيقة بيبقى دور الثمانية أو يعني بيبقى بيست أوف ثري، بيبقى أحسن ثلاث، يعني لو تلعب الخصم ثلاث مباريات لو كسبت مباريتين بتتأهل. قبل النهاية والنهاية بيبقى بيست أوف فايف، يعني خمس مباريات تكسب ثلاثة تتأهل للدور اللي بعد كده، واللي بيخسر بيخرج. طيب موقف الفريقين إيه؟ النادي الأهلي النهاردة داخل لعب ثلاث مباريات، فاز في مباراة وخسر في مباريتين. نادي الزمالك داخل لعب ثلاث مباريات، فاز الثلاث مباريات. خليني اقول لحضراتكم ان اخر مباراه كانت للنادي الاهلي كانت نادي مع نادي الجزيره، وكنا زعناها لحضراتكم من يومين، والنادي الاهلي خسر من نادي الجزيره. في الناحيه الثانيه نادي الزمالك كان بيلعب طلائع الجيش في 100 عقبه، ونادي الزمالك نجح انه يتغلب على طلائع الجيش. لسه بدري، المباراه النهارده مباراه طبعا بطوله لانها بين فريقين كبار، ولكن المباراة مش هتحسب كل شيء، مش هي البطولة، يعني المباراة دي مش بطولة، مش بتلعب على بطولة، ولكن بتلعب على ترتيب زيها زي مباراة الاتحاد، زي مباراة طلائع الجيش، زي مباراة الاتحاد السكندري. كل المباريات دي زي الجزيرة زي سبورتنج هي مباراة بنقطتين، ولكن هي مباراة بطولة على ملعبنا، مهم جدا ان شاء الله ان ربنا يوفقنا النهاردة. الحقيقة ده باختصار النهارده الماتش، يعني الماتش بيقام ازاي، الدنيا ماشيه ازاي. بس خليني اقول لكم على حاجه طريفه جدا قبل ما نروح للتحليل الفني مع ضيوفي. لاعب الفريق أليكس يونج المحترف الامريكي اللي هو جه السنه اللي فاتت، وكان وجه من الدوري الروسي، قادم من الدوري الروسي. وما ادراك ما الدوري الروسي؟ الدوري الروسي قوي جدا، وهو لاعب من اللاعبين اصحاب الارقام العاليه. أليكس يونج السنه اللي فاتت انضم مع النادي الاهلي، السنة دي جددوا له. أليكس يونج من كتر عشقه وحبه في مصر والنادي الأهلي خلف بنت من يومين أو من أسبوع، خلال يقول 10 أيام تقريبا. كان هو دي طبعا لقطات لاعبنا المحترف أليكس يونج، من حوالي 10 أيام أو أسبوعين هو كان في الولايات المتحدة الأمريكية بيستقبل طفلته، سماها كايرو أو القاهرة، سمى بنته كايرو ألكسندر. خلي بالكوا ألكسندر برضو تمشي اسكندريه برضو، يعني ما يعني الاسكندريه اللي بناها يقال طبعا انه ألكسندر الاكبر. فطبعا هو كده يعني من حبه وعشقه لمصر طبعا اولا، والنادي الاهلي كجزء من مصر، سمى بنته كايرو، وتمنى انه بنته لما تكبر تزور مصر وتحب مصر زي ما هو بيحبها. الحقيقه خليني اقول لكم انه اللي بيجي طبعا دي صوره طبعا لأليكس يونج وهو محتضن بنته كايرو. خليني اقول لحضراتكم ان أليكس يونج او اي لاعب اجنبي بيجي مصر بيحب مصر. زي ما قلت لكم دائما ابدا مصر هي قبله العالم كله، كانت وما زالت. والحقيقه يعني بتلاقي في امان المعامله، بتلاقي كل شيء حلو تقدر تعيش فيه في مصر، بتحب الأجانب بيحبوا يعيشوا في مصر. وزي ما شفنا زمان اليونانيين وشفنا الإيطاليان وشفنا كل الجنسيات كانت بتتاخذ من مصر مقر ليها وحابة تعيش في مصر، أليكس يونج حس بالشعور ده. صورنا معاه تقرير في طبعا في الملعب، سمعنا هو قال إيه. طبعا التقرير كان هو وكان معاه حاتم البحيري لاعب النادي الأهلي كان بيترجم طبعا. خلينا نشوف أليكس يونج قال على الموضوع ده إيه وأرجع لحضراتكم تاني.
Yes, first of all, thank you for the well wishes. I'm very happy that I could share my child with the Ali family, and it's just a blessing. So thank you again. It feels great to have my daughter. هو بيشكركم ان بنته جت في الوقت ده اللي هو في نفس الاهلي ويعني بيشكركم كتير يعني وان ان شاء الله ان هي تطلع بتحب مصر زي ده. What you know about Cairo before you come here to Egypt? Well, you know. And what is your first impression when you come? Yeah, you know, as a child, as a teenager, a kid, like we learn about Cairo and the pyramids and Africa. So, you know, we know about this before. It's a historic place, you know, a lot of culture, a lot of history. So I knew a little bit, but when I came, I noticed that the energy around the people was very high and very together. So we appreciated that. We just felt the energy and the love from the fans and from the people to welcome us here. So it was very warm welcoming. And yeah, so we've enjoyed it since we've been here. هو بيقول ان هو كان عارف من هو صغير وهو في المدرسه ان مصر متعلقه بالاهرامات ومناطق سياحيه ومناطق تاريخيه ده اللي عرفه قبل ما يجي يعني ولما جه الانطباع بتاعه ان الناس بتكير قوي عليه يعني مخليين بالهم منه بيكلموه كتير شاف كميه حب كبيره من الجمهور شاف طاقه ايجابيه من الناس كتير قوي ليه وبيتمنى يعني ان ده يستمر ان شاء الله. Say one word about the Ali club and the fans. And... You know, Ali is a very big club, the biggest club in Africa. We know that. We're very proud. I'm very proud to be Ali. And, you know, our expectations are high and we plan to win every championship. So just stay with us and we will fight to the end and Forza Ali. بيقول ان الاهلي ده نادي كبير اكبر نادي في افريقيا ولازم ان الجمهور يفضل مساندنا وان احنا هنحارب لحد الاخر عشان ان شاء الله يعني نستولى على جميع البطولات باذن الله. احنا كمصريين الحقيقه شايفين بلدنا احسن بلد وشايفين بلدنا اجمل بلد ولكن الجميل انت لما تشوف الرؤيه دي في عين الغير مصريين. وأليكس الحقيقه ما شافش جوه النادي الاهلي غير كل خير، وخليني اقول لكم ان ما فيش محترف او اجنبي في كل الالعاب في داخل النادي الاهلي تعاقد مع النادي الاهلي ومشي الا ما كان ليه ذكريات جيده مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيحترم العقود، بيحترم طبعا او بيتعامل باحترافيه مع اللاعبين الاجانب والمحترفين، مش هتلاقي ابدا اي نزاع او اي زي ما بيقولوا مشكله بتثار بعد لاعب اجنبي ما يمشي من النادي الاهلي وهي دي الحقيقه جمال المنظومه وفي نفس الوقت هو شاف كل خير في مصر شاف اهلها شاف الجمهور النادي الاهلي شاف يعني اتكلم على الاماكن الاثريه واتكلم قد ايه ان مصر غنيه بالاماكن الاثريه والله انا عايز اقول لكم حاجه احنا كنا حريصين ان احنا نسجل هذا التقرير لان ده هي دي هدف الرياضه الرياضه هي القوى الناعمه الرياضه هي اللي بتنقل الصوره للعالم كله عنك بطريقه زي ما بيقولوا يعني ما فيهاش عناء لما لاعب زي ده لعب في كل الدوريات جه هنا عاش سنه جددوا معاه حاسس براحه بيتالق مع النادي الاهلي الحقيقه من ساعه ما جه النادي الاهلي وبيعمل ماتشات كويسه جدا فالحقيقه كان لازم نسجل ده وكان لازم نبقى فخورين ببلدنا وفخورين بالنادي بتاعنا النادي الاهلي وفخورين انه يعني الناس شايفه النادي الاهلي زي ما احنا شايفينه والناس شايفه مصر زي ما احنا شايفينها وقلت لكم ده طبيعي احنا شايفين بلدنا كده وشايفين النادي اللي بنحبه كده ولكن الجميل تاني انه يجي من ناس غير مصريين وتعامله وانا اتصور ان هو لما جه قعد يتعاقد مع النادي الاهلي اكيد قرا وشاف وسمعنا كل ده من الاجانب ودخل على الانترنت وعمل سيرش وشاف الكلام ايه وسمعه النادي الاهلي ايه. طيب هنرجع لماتشنا انا عايز بس يعني رساله لجمهور النادي الاهلي من خلال الاستوديو قبل طبعا ما اروح لضيوفي عشان يعني نبتدي في تحليل المباراه فنيا لازم ندعم فرقتنا حتى لو حصل ده باسكت بول الباسكت يعني ممكن تخسر ماتشين ورا بعض وثلاثه وبعد كده تكسب كل المباريات الباسكت جولات ما بتحسمش الا بصفاره الحكم لازم ندعم الفرقه بكل ما نملك من قوه وفي نفس الوقت ندعم الجهاز الفني الحقيقه محدش عايز ياثر في اصابات في الفرقه ونستعرض ده مع الساده المشاهدين وايضا لسه المشوار طويل زي ما قلت لحضراتكم ده عباره عن تحديد مراكز احنا لسه ما وصلناش للادوار الاقصائيه كل ده ممكن يتعوض ولكن لازم ندعم فريقنا
ليه ندعمه؟ لان احنا لسه زي ما بيقولوا في ارض المعركه، احنا لسه بنحارب على البطوله، لسه بنقاتل على البطوله. قد تتعثر في البدايه، الدوري لسه طويل، احنا لسه في بدايه شهر مارس، الدوري بيتحسم في مايو. انت عندك الاسبوع بيفرق، ممكن اسبوع تلاقي فرقه راحت وجت، ممكن اصابات بعد الشر، يعني وارد جدا الامور لعيبه ترجع لعيبه تروح. فبدري جدا ان احنا نحكم على الفرقه. احنا يعني لعبنا المرتبط وكسبنا السوبر بتاع السنه اللي فاتت، خسرنا في اخر ثانيه في المباراه، يعني الحمد لله مقدين اداء كويس. حصل تعثر في 3 أو 4 مباريات، كل ده يتعوض ولا اي حاجه. فعشان كده انا كهيثم السعيد بدعم الفريق واقف وراه حتى النهايه. لسه عندنا بطولتين، كاس مصر السنه دي وبطوله السوبر، لازم جمهور النادي الاهلي يدعم الفريق. لسه بدري جدا ان احنا نتكلم عن اي اخفاق، لسه بدري جدا ان احنا نتكلم عن اي تقصير. لازم ما يشوفوش منا غير الدعم، ولازم اللعيبه والجهاز وكل الناس يروا هذا الدعم. انا بخاطب فيكم اهلاويتكم، بخاطب فيكم ان انتوا محبين للنادي زي ما احنا محبين ليه. دلوقتي احنا في وضع او في مرحله الدعم لهذا الفريق، فريق فيه صفقات كتيره، جهاز فني محترم. مش هنتكلم على الحاضر، هنتكلم على التاريخ. جهاز فني محترم ليه تاريخه الكبير، سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي او مع الفرق الاخرى داخل مصر او خارج مصر. لازم ندعم فرقتنا ولازم نقف وراهم، نقف جنب المصاب لغايه ما يرجع. احنا عندنا لعيبه مصابين، وهنقول لكم مين المصابين بعد ما تيجي طبعا ينضم ليا ضيوفي في الاستوديو، وكمان هنقول لكم مين اللي بيغيب في الفرقتين. كل ده هنتكلم فيه ان شاء الله مع ضيوفي. طبعا احنا لسه ما بدأناش الاستوديو التحقيقي، ولكن دي مقدمه للاستوديو ان شاء الله، ومقدمه مهمه ان احنا نتكلم مع جمهورنا ان شاء الله. طيب خلينا نطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستقبل فيه ضيوف. هيكون معايا ضيوف النهارده في الاستوديو التحليلي الكابتن اسلام علي، نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر ومدير فني فريق الشباب. وهيكون معايا الكابتن خالد مصطفى، ايضا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق. هطلع لفاصل سريع استقبل فيه ضيوفي وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكركم تاني ان شاء الله هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك في كره السله في دوري السوبر من صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 8، يعني بعد اقل من ساعه من الان. هنروح للمباراه عشان نحللها فنيا بالنسبه للفريقين، بس في البدايه برحب بضيوفي، برحب بالكابتن اسلام علي نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر ومدير فني فريق الشباب في النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن اسلام. اهلا بك يا كابتن هيثم. مرحب بضيفي الكابتن خالد مصطفى، نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر واحد اللاعبين المميزين اللي كان ليهم بصمه كبيره في تاريخ النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن هيثم. كابتن خالد، اجل حضرتك، خلينا نستعرض مع بعض في البدايه الجهاز الفني للنادي الاهلي. اتفضل يا كابتن خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن اشرف توفيق المدير الفني، كابتن سيد مصطفى مدرب عام، احمد الجرحي مدرب عام، علاء لطفي محلل فني، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، نادر خزام اخصائي تغذيه، احمد عادل طبيب، هيثم اضائي علاج طبيعي، محمود حمدي مخطط احمال، محمد عيسى اخصائي مساج، وحامد الكاس المهمات. ليك تعليق على الجهاز الفني يا كابتن؟ ليك تعليق مثلا عن وجود بعض التخصصات النادره اللي اول مره تتواجد في الجهاز الفني، هل ليك تعليق على ده؟ انا شايف ان يعني ان بدات التخصصيه تبقى موجوده في الفريق، يعني كل مره كل سنه بيبقى فيه اضافه للتخصصات اللي موجوده في الفرقه. يعني قبل كده ايام ما احنا كنا يعني من 10 سنين ولا بتاع، ما كانش فيه حاجه اسمها يعني ما كانش، هو كان مخطط الاحمال، وكان هو اللياقه البدنيه. يعني دلوقتي فيه تخصص اكتر، يعني دلوقتي فيه يعني كل واحد بيبقى النادي متخصص في تغذيه، ما كانش دوار بالظبط بالظبط. يعني ناقص بقى كمان يعني الحته السيكولوجيه، لو في حد نفسي برضه في الفرقه دي برضه تبقى اضافه قويه جدا. كان موجود من سنتين. اضافه قويه جدا. يعني بيتهيألي بيبقى له شغل كبير النفسي في الالعاب النفسيه. صحيح. كابتن اسلام، اجي لحضرتك نستعرض مع بعض الجهاز الفني لنادي الزمالك. اتفضل يا كابتن. الجهاز الفني كابتن اوجوستي اسباني جنسيه، هو على فكره مدرب عالي الجوده، سي في مش عالي قوي، لكن قدر في فتره قصيره يغير شكل الفرقه. مدرب محترم جدا. هو يعني الاسباني اجوستي بوش، هو لما اتذكر يعني ان هو جه في نص الموسم بتاع خلف الكابتن طارق سليم. صحيح. تمام. يعني ما كانش معاهم بدايه الموسم، بس انا يعني دي كمان نقطه في صالحه، ان هو في فتره قصيره غير شكل الفرقه. تمام. مساعدينه طبعا كابتن سمير جوده وكابتن ياسر عبد الوهاب من الجيل الذهبي نادي الزمالك، كابتن دكتور اسلام جمعه دكتور الفريق، دكتور محمد مسعد اخصائي علاج طبيعي، محمد سعيد اخصائي علاج طبيعي، دكتور اسلام جمعه على فكره موجود معانا في النادي الاهلي،
مخطط احمال دكتور محمد سعيد ده مخطط احمال مخطط انا اسف دكتور محمد سعيد مخطط معاهم طبيب واحد بس هو دكتور اسلام تمام احصائي دكتور مصطفى محمود تمام طب ليك تعليق على الجهاز الفني يا كابتن اسلام يعني انت بتهيألي يعني الجهاز الفني النادي الاهلي يمكن فيه تخصصات اكتر يعني نوعا ما الجهاز الفني يعني لو تعدهم هتلاقي الجهاز الفني النادي الاهلي 12 وهنا حوالي 8 في مهام مش موجوده في نادي الزمالك انا شايف ان دي مهام مهمه جدا بتهيألي لو يعني اخذ وقت ممكن يستعينوا زي بتاع التغذيه مثلا زي الدكتور الطبيب اسلام جمعه لازم يكون معاه على الاقل واحد علاج طبيعي الدكتور اسلام طبعا دكتور هايل واحنا عارفينه كويس جدا ولكن هو في الاخر هو طبيب فريق دي بيشخص لكن بالتنفيذ البرنامج العلاجي لازم دكتور علاج طبيعي مؤهل ومخصص لمصابات الملاعب لازم يعني. طب اعزائي المشاهدين برضو عايز استعرض مع حضراتكم حكام اللقاء الحكم الدولي احمد غالب وطبعا ده بيجي على يعني على راس الحكام والحقيقه هو من الحكام الجيدين جدا ونتمنى انه يؤدي النهارده اداء كويس في عمرو زاهد ايضا حكم كبير وساره جمال الحكم الثالث خليني اقول لكم ان انا سعيد جدا ان انا شايف وجود حكمه تحكم مباراه قمه الاهلي والزمالك الحقيقه دي حاجه تسعدني جدا لانه الحقيقه انا اتمنى ان بعد كده نشوف حتى طاقم التحكيم كله يكون سيدات ودي شفناها على فكره في كل حته في العالم رايك يا كابتن اسلام تحديدا لجنه الحكام احيي لجنه الحكام على اختيارهم الثلاث حكام دول بالتحديد حكامنا كلهم طبعا بخير انما احمد غالب وعمرو زاهد انا عارفهم كويس عارف ان هم عندهم قدره عاليه في ثبات انفعالي يقدروا يديروا ماتشات مهمه وحساسه رقم واحد رقم اثنين في حكام احنا بحكم يعني معرفتنا بالوسط في حكام تحس ان هم بيحبوا يعني بقولش ميالين لكن بيحبوا فرقه معينه لا احمد غالب وعمرو زاهد ما عندهمش الحته دي النقطه الثالثه مهمه جدا لفت نظري ساره جمال حكمه ممتازه 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 من اسكندريه وليها ان شاء الله مستقبل كبير دي لقطات كابتن اسلام من ارض الملعب للاحماء ودي لقطات حيه مش هشوفوها يعني يمكن اللي عندنا ان احنا بادئين بدري وعاملين استوديو يعني الحمد لله عشان ننقل لكل جماهير النادي الاهلي او نعيشهم في اللقاء هيبقى ده العادي ان شاء الله يعني باذن الله خليني اقول لحضرتك برضو ان كان يسبق هذا اللقاء لقاء الشباب او لقاء مواليد 2002 كره اليد بين الاهلي والزمالك وانتهت بالتعادل اوكي انتهت بالتعادل تقريبا 25-25 على ما اتذكر الحقيقه برضو الاعداد هيبلغوني برضو النتيجه كام بالظبط ولكن كانت مباراه تسبق دي على طول كانت مباراه ايضا أهلي هو ده سبب تاخير المباراه من 6 ل 8 عشان لو في اي تجمعات اي حاجه يقدروا يفصلوا الدنيا وتطهير الملعب والكلام ده كله بالظبط طيب خلينا نروح ل يعني خلينا في القوائم والاصابات ولكن ناجلها شويه عشان انا عايز دي تبقى اخر لقطه التعادل كان 22-22 بيبلغوني ده كان مباراه الشباب لكره اليد كانت تسبق هذا اللقاء على طول ودي لقطات حيه لاحماء الفريقين من ارض الملعب كابتن خالد اجل حضرتك يمكن مشوار الفريقين عايزين نتكلم ان دي الجوله الرابعه عندنا كل فريق لعب 3 مباريات ممكن استعرض مع حضرتك مشوار النادي الاهلي اتفضل يا كابتن النادي الاهلي اول 3 ماتشات كيس قدر يتغلب على المصير الاتصالات 73-68 الجوله الثانيه بس كان الماتش 5 بونت كان كلوز برضه كان كلوز جيم طبعا الجوله الثانيه الاهلي خسر من طلائع الجيش والثالثه خسر من الجزيره فاصبح ان هو طلائع الجيش كان خارج من ارضنا انا اتذكر كان في طلائع الجيش والجزيره كان في ملعبنا والجزيره كان الماتش الاخراني على ملعبنا طبعا دي برضو كانت ايه كانت الجوله الثالثه يعني عنده خسارتين وفوز يعني لكن الزمالك عنده 3 فوز في الثلاث جولات اللي فاتوا قدر يعني ان هو يكسب الثلاث ماتشات لسه بدري يا كابتن يعني احنا لسه في الاول يعني كده يعني كل ده لكل احنا ان شاء الله متاهلين يعني لكن هو ما تقلقناش لسه اول 3 ماتشات ممكن الفرقه يعني في الاول تبقى باديه الكيرف بتاعها يعني مش عالي قوي لكن مع الوقت ومع الماتشات يبتدي الكيرف يعلى واعتقد ده كمان احسن انك كاستراتيجيه تقدر انت تخلص بيها دوري ان انت ما تبداش عالي وبعد كده يبتدي الكيرف بتاعك ينزل عشان تقدر توصل للهدف الاساسي اتمنى ده ان شاء الله طب كابتن اسلام نروح لمشوار نادي الزمالك في الثلاث جولات الاولى من الترتيب او لعبهم في الترتيب الزمالك متصدر الترتيب هو الجزيره دي الجولة الرابعة يعني لعب 3 مباريات كسب الثلاث مباريات اتحاد على ملعبه أول مباراة سموحة والجيش بره ملعبه نوعا ما هو ماشي الريتم الطبيعي كسب اللي على ملعبه
وكسب بره الماتشات المتوسطه. هو طبعا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت مفيش ماتشات ضعيفه وماتشات جامده، كله ده يمكن اول اختبار لنادي الزمالك خارج ملعبه مباراه يعتبر وان شاء الله تبقى الافضليه للنادي الاهلي باذن الله يقدر يفوز، لان في الترتيب انا قدامي حتى الترتيب دلوقتي الزمالك والجزيره متعادلين 6 بونت من 3 مباريات. يجي وراهم الاتحاد فوزين وخساره، يجي وراهم الاهلي سموحه سبورتنج جيش 4 فرق 4 بونت. النهارده بتهيألي الدنيا هتبان بقى كتير. انا عايز اقول لك كمان ان تامن واحد في الترتيب اللي هو الاتصالات 3 بونت. يعني الماتش النهارده هنقول مثلا ان هو كسب سموحه طلع من الثامن للرابع، يعني الباسكت هو ده الباسكت يا كابتن. يعني بنلعب 14 مباراه يعني بتفرق جدا. يعني هو زي ما قلنا المره اللي فاتت، هو احنا في مرحله الترتيب زي ما اتفقنا اول زي ثامن كده كده في مرحله اقصائيه بعد كده، لكن قصه ان انت تكسب او تبقى متصدر اول او ثاني فيها نقطتين مهمين جدا. اول نقطه ان انت في الدورات الاقصائيه بعد كده بتلعب ماتشات نسبيا، لكن نسبيا اسهل، لكن هي مش فعليا اسهل. لان انت كده كده عايز تكسب البطولات، تلعب نسبيا اسهل، ودي نوعا النقطه الثانيه ان انت لما تبقى ماشي اول او ثاني انت عندك خلاص روح المكسب وعندك ثقه، غير لما تكسب تخسر نفسيا اللعيبه. طبعا طبعا احنا سنين عمرنا كلها بنلعب في ضغط عصبي ومنافسات، عارفين يعني ايه فرقه تقع ماتش او خساره بتجيب خساره. صحيح. عشان ترجع تقوم ثاني الموضوع مش بسيط. صحيح. فدي نقطه ثانيه مهمه برغم من عدم اهميه الترتيب. بالظبط. انما طب كابتن خلينا نقول ان الغيابات بتاثر بشكل كبير على كلا الفريقين. يعني النادي الاهلي المباراه اللي فاتت قدام الجزيره كان عنده 6 غيابات طبعا اثروا بشكل كبير، يمكن في مجموعه رجعت، ونفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك عنده غيابات. طب يعني استعرض مع حضراتكم، يبتدي بسله الاهلي كابتن خالد غياب النهارده الغايب برضو ايهاب امين لتاني جيم بيغيب، واحمد السلاوي واحمد حمدي. تمام. هو يمكن ايهاب امين يا كابتن بتهيالي اتصاب مع المنتخب، صحيح ولا انا؟ بالظبط 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 في الانف. يعني ربنا يشفيه طبعا، يعني بنتمنى له ان هو يرجع بسرعه. لكن طبعا ايهاب امين لعيب مؤثر جدا في الفرقه، وغيابه طبعا برضو يعتبر يعني بيدي يعني، بس ان شاء الله اللي موجود يقدر يسد. انا معلوماتي ان عبد الفضيل كمان رابع غايب. عبد الفضيل النهارده ما اعرفش غيابه النهارده اصابه لسه ولا بره ال 12 لسه، مش عندي. ودول دول غيابات الفريقين احنا بنستعرضهم طبعا مع الساده المشاهدين. عندنا طبعا زي ما كابتن خالد حمدي قال، خالد مصطفى انا اسف، قال احمد حمدي واحمد السلعاوي وهاب امين. طب كابتن غيابات نادي الزمالك كابتن اسلام؟ غيابات نادي الزمالك انا عندي هيثم السحارتي الاصابه، وده كابتن فريق. كابتن فريق احمد حاتم للاصابه، عمر هشام للاصابه، وعلى فكره الثلاث لعيبه اللي انا قلت اسميهم مصابين دول ويجي رابعهم كمان محمد حجازي الاصابه. الاربع لعيبه دول لعيبه مؤثره مهمه جدا في نادي الزمالك. يعني ربنا يعيش فيهم طبعا ويرجعوا بالسلامه. الاساسيين كلهم اساسيين لعيبه جدا جدا، ويعني طبعا يعني ربنا يعيش فيهم ويرجعوا بالسلامه. لكن هو مكسب كبير للنادي الاهلي ان الاربعه دول مش موجودين. يعني خلي بالك كابتن برضو، هو يمكن المباراه القمه ملهاش حسابات. يعني كنت لسه هقول لك كده يا كابتن هيثم، وده تاكيدا لكلامي المره اللي فاتت، انا مش فارق معايا انا ناقص مين ولا كسبان مين. انت فرقه كبيره، يعني فرقه الاهلي فرقه كبيره، الزمالك فرقه كبيره، الجزيره فرقه كبيره، المفروض ان انت يبقى عندك في قائمتك 15 لعيب تبقى محتار تحط ال 12. لو انت عندك اصابه لعيب او اثنين او ثلاثه الموضوع ما بيبقاش ازمه. بالظبط، المفروض اللي بره زي اللي جوه. بالظبط بالظبط. صحيح. طيب خلينا نروح لصفقات الفريقين. يمكن بدايه المدن وجذب خلينا نذكر الساده المشاهدين بصفقاتنا، صفقات سله الاهلي للموسم الجديد اللي هو الموسم ده او بدايته كانت ايه؟ الاهلي السنه دي جاب احمد مهيب، وده لعيب قطر طويل بيشوط كويس من بره من سبورتنج، كان قادم في صفقه انتقال حر بتهيألي. بالظبط بالظبط، كان بيلعب في سبورتنج وكان من اللعيبه المهمين جدا في نادي سبورتنج. وفي محمد مصطفى مودي، ده بيلعب مركز 1 و2، لعيب برضو كويس جدا، اعتقد له مستقبل كويس جدا. احمد حمدي، عمرو الجندي طبعا كان صفقه مهمه جدا، هو عمر طارق ومعتز حسني. تمام. دول اللي جم السنه دي. دول كانوا صفقات، واحنا بنستعرض على الساده المشاهدين على الشاشه اهو معانا عشان يتابعونا. كابتن اسلام، صفقات سله الزمالك للموسم او للموسم الحالي، اتفضل يا كابتن. على المعلومات اللي عندي 2 لعيبه فقط غير المحترف الامريكي، معاذ ايمن. ومعاذ ايمن على القائمه برضو اللي وصلت لنا ان هو موجود في ال 12 النهارده، لعيب كويس جاي من نادي الجيش مركز 3. كريم حسن من نادي الزهور،
وطبعا الامريكي والتر هوج، ومن من اعلى المحترفين من وجهه نظر الموجودين. كنا متاكد يعني كنا متخيلين ان مثلا ستوجلين لما كان موجود مع الزمالك من سنتين مش هيعرفوا يجيبوا محترف بنفس الكفاءه، لكن لا والتر هوج لعيب عالي جدا. بس خليني اقول لك كابتن ان اخر مباراتنا معاهم كان ابو النصر بيجيد انه يمسكه، يعني ابو النصر كان عمل معاه جيم كبير في ماتشات المرتبط وكان قادر يدافع عليه كويس. هنشوف ده النهارده. بص انا يعني انت دخلتني فنيا كده في الجيم. هو لما هنروح على المحترفين يعني احنا دلوقتي هنخش الاول على طيب. يعني خلاص هنطلع من في الحته هوج. في الحته اللي انت قلت عليها دي بس عشان عندي معلومه في الحته بتاعت ولدر هوج وستوجلين وطريقه الدفاع، اللي عامل الفرق مش في امكانيات اللعيب نفسه على قد ما هو كيفيه استخدام بقيه اللاعبين من قبل الجهاز الفني. صحيح ايام ستوجلين مع احترامي الكامل لفريق الزمالك لعيبه كلها ممتازه، انك لم يتم استغلالهم جنب ستوجلين. قد يكون لطريقه لعب ستوجلين، قد يكون لاعتماد الجهاز الفني على ستوجلين، انما اللعيب ده والتر هوج بنفس كفاءه ستوجلين ولعيب عالي جدا، ولكن الجهاز الفني موزع ادوار على عشان كده شكل الفرقه اتغير. ممكن السيستم الاسباني كان هو اللي ممكن فرض نفسه على طيب. على التشكيل. طب خلينا نروح لارض الملعب بعد اذنكم يا كباتن. هنروح لزميلنا شريف شعبان طبعا مراسلنا من ارض الملعب عشان يقول لنا الاجواء والاستعدادات للمباراه. اتفضل شريف. تحياتي ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكبار الكابتن خالد والكابتن اسلام ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه الاهلي والزمالك من النادي الاهلي، يا رب باذن الله يكون التوفيق من نصيب النادي الاهلي اليوم ونفوز على فريق كبير هو فريق الزمالك. خلينا ابدا لك من الاجواء من خارج النادي. يمكن تواجد شرطي كثيف جدا حوالين النادي الاهلي على كل بوابه تخص مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن الاجراءات الاحترازية حدث ولا حرج. الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي المقر الرئيسي طبعا من أول دخول بوابة النادي، الكمامات الخاصة بإجراءات الاحترازية طبعا لكورونا، قياس الحرارة في كل مكان، جهاز التعقيم يمكن في الصالة مغطاة أيضا، قياس الحرارة لكل المتواجدين داخل الصالة. من خلفي بيسخن فريق النادي الأهلي والنادي الزمالك. يا رب بإذن الله يكون اليوم هو يوم جميل لكل جماهير النادي الأهلي ونفوز على فريق الزمالك. يمكن غيابات النادي الاهلي اليوم ايهاب امين واحمد حمدي وعبد الفضيل، رجوع من الاصابه وبعد غياب طبعا كذا لاعب، محمد مودي، عمر طارق، احمد مهيب، عمرو الجندي، سيف سمير وابراهيم الجمال. باذن الله عندنا ثقه كبيره النهارده في لاعبي النادي الاهلي نفوز على فريق الزمالك. يمكن التواجد الجماهيري قليل جدا داخل الصاله. النادي الاهلي طبعا واداره الامن او المدير امني النادي الاهلي مشدد جدا على اجراءات الدخول، ويمكن المقصوره تكاد تكون خاليه. يمكن قال لك الدخول هيكون طبقا للكشف المرسل من الاتحاد المصري لكره السله. الى الان الاعداد لا تذكر داخل الصاله. باذن الله زي ما قلت لك يكون يوم سعيد يا رب باذن الله للنادي الاهلي النهارده ونفوز على فريق الزمالك. دي كانت اجواءنا من النادي الاهلي. كابتن هيثم لو عندك اي استفسار انا معاك. شريف يعني يمكن كنت عايز يعني كان يمكن قبل المباراه دي كان في مباراه قبليها، هل تم طبعا يعني اخلاء الصاله كان قبليها بالكامل؟ هل الفتره كانت كافيه بين المباراتين عشان اللعيبه المباراه اللي قبليها تخرج واللعيبه بتاعت مباراه السله تخش؟ كانت الفتره كافيه ما بين المباراتين؟ كانت فترة كيف طبعا كانت الفترة كانت كافية جدا. يمكن الإدارة النادي الأهلي على طول بعد خروج الفرقتين بدأ النادي الأهلي يجهز الصالة طبعا بالعمال وتركيب يعني كل حاجة تخص مباراة اليوم. لا كانت الفترة كافية، ويمكن قبل دخول نادي الزمالك اللي دخل الصالة بدري كانت الصالة مستعدة لاستقبال المباراة. شريف شعبان من أرض ملعب بشكرك شكرا جزيلا. كده هنرجع لك تاني في لقاءات أكيد قبل المباراة. شكرا شريف. يمكن الكلام واضح وبالتالي يا كابتن اسلام هو ده اللي احنا متوقعينه. كانت فتره كافيه ما بين الماتشين انه لانه كان قبل طبعا زي ما حضراتكم عارفين كان قبل المباراه دي مباراه الشباب مواليد 2002 لكره اليد الاهلي والزمالك ايضا، وانتهت بالتعادل 23-23. و يمكن كان في فتره كافيه عشان الفرقتين يخرجوا ويخش فرقتين تانيين ويتم طبعا تعقيم غرف اللبس وتجهيزها بالشكل اللائق. وزي ما قال برده كمان مراسلنا شريف شعبان في تواجد شرطي مكثف حوالين النادي، وانا كمان الحقيقه يعني اصدقائنا اللي في النادي قالوا لنا نفس الكلام. طبعا الحمد لله المباراه بتقام في اجواء جيده، مفيش حضور جماهيري، واكيد محتاجين نتكلم فنيا اكتر. هنتكلم عن المحترفين بتوع الفرقتين الامريكان والتر هوج وايضا اليكس يونج، ولكن خلينا نطلع لفاصل سريع وجه لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن اللعيبه الاجانب،
كلا الفريقين يمتلك لاعب امريكي محترف، النادي الزمالك كولتر هوج، في النادي الاهلي ايضا اليكس يونغ. كابتن اسلام قبل الفاصل كنا بنتكلم عن وولتر هوج وكنا بنتكلم عن اللعب الجماعي، وكان ليك بتاع الفاصل قلته لي اتمنى اسمعه من حضرتك. انا مقتنع ان الباسكت لعبه جماعيه، طبعا احنا طبعا هي لعبه جماعيه، بس هي الفكره كلها انا مقتنع ان انت النهارده مش لعبه اللاعب الواحد خالص، عمرها ما كانت، عمرها ما كانت ولا عمرها هتكون. احنا الباسكت لعبه جماعيه، حتى لو معاك لعيب سوبر، حتى لو معاك لعيب سوبر عمره ما هيشتغل واحد. من ايام حتى جوردن في شيكاغو، على ايام ما كنا بنتفرج هو لعيب سوبر طبعا، بس جنبيه دي لقطات ارشيفيه، جنبيه اثنين او ثلاث لعيبه. مباراه الاهلي والزمالك اللي كانت في دوري المرتبط واللي انتهت بفوز النادي الاهلي. اتفضل. انا عايز اقول لك ان ايام ستوجلين كان في فرق كتير بتلعب الزمالك، كانت بتدافع على ستوجلين باثنين وثلاثه لعيبه، انت متخيل؟ يعني اللعيب بيسيب مانو ويروح يهلب مع اللي ماسك ستوجلين، صح، وثالث يجي تريبل، مش دبل تيم، تريبل تيم، يجي على ستوجلين يطلع كوره. ولما كان بيطلع اللعيب اللي بيجي له الكوره كان بتجي له كوره كل خمس ست هجمات، فخارج بره حساسيه الجيم. نعم. انا عايز اقول لك ان ستوجلين ايام الزمالك لما كان مع ستوجلين الزمالك خسر ماتش، هو كسب الدوري على فكره الزمالك في السنه دي مع ستوجلين، صحيح، ولكن في خلال مشواره مع في خلال الموسم خسر ماتشات كتير بسبب الطريقه دي. ان الفرق في فرق كانت بتدافع على ستوجلين بلعيب واثنين وثلاثه، بالتالي اللعيب اللي بيجي له الكوره بيكون برد، مش واخد، يعني مش واخد حساسيه المباراه، مش واخد سنس المباراه، فبالتالي حتى الشويطه بتوع فريق الزمالك كان البرسنتج بتاع الشوطين بتاعهم وحش جدا بسبب الحته دي. طبعا مع والتر هوج السنه دي فرق، رغم ان لسه يعني برده ما بقالوش مده كبيره، ولكن باين ان في جماعيه في الفريق، ودي من الحاجات اللي ممكن تسبب صعوبه في جيم النهارده على النادي الاهلي. تمام. ان انت مش بتلعب او محترف قوي، بس اللي حواليه ليهم دور ودور فعال. يمكن يا كابتن دي من ارض الملعب، لسه النادي الاهلي بيقوم بالاحماء، شايف ان نادي الزمالك اخره الملعب، ده مودي الجرحي وبيتمرن مع عمرو زهران طبعا النجم الناشئ الصاعد الواعد، وطبعا واضح ان فريق نادي الزمالك دخل اوضه اللبس عشان المحاضره او محاضره ما قبل المباراه. كابتن خالد اجل حضرتك، خلينا نستعرض قائمه سله رجال الاهلي قبل المباراه، القائمه النهائيه اللي جت لنا من ارض الملعب. اتفضل يا كابتن. عمرو الجندي، مالك ياسر ابو الفتوح، اليكس يونج، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، عمرو علاء زهران، احمد مهيب، معتز حسني، محمد ابو النصر، عمر طارق، حاتم البحيري. تاني يا كابتن هي المفاجاه، بس انه طبعا زي ما قال الكابتن اسلام انه عبد الفضيل مازال مصاب ومستبعد من المباراه، يعني الاصابات مش ثلاثه بس، هم اربعه اصابه عبد الفضيل. بالزبط. طب بالزبط. كابتن ليك تعليق على التشكيل، يعني شايف، انا شايف مجموعه من الناشئين طالعين، يعني شايفين عمرو علاء زهران يعني بيشارك النهارده. لعبتي دول يا كابتن، لعبتي دول يا شيخ، لعبتك في الشباب يا كابتن. ما عمرو بيلعب معاك. طب لا، ما هو عمرو علاء زهران مرنه كويس يا كابتن، كويس، ما تقلقش. عمرو ومالك لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه خلق طبعا، ولعيبه رجاله في الملعب، وكان ليهم دور معايا كبير في الفوز على فريق الزمالك 20 سنه الاسبوع اللي فات، فرق 20 بونت، لعيبه مؤثره جدا، وظروفهم مساعداهم، ظروف الفرقه في الدرجه الاولى مساعداهم ان هم بيبقى ليهم دور، وان شاء الله يبقوا يعني نواه الفريق الاول في المستقبل. خليني اقول لك ان هم ابناء كابتن علاء زهران طبعا، نجم النادي الاهلي طوح ده السابق، يعني ولاد الوز عموما، هم حتى شبههم تمام، يعني عمرو علاء زهران وده بيلعب ونفس كمان الهيئه، يعني انا عايز برضو عشان ما نفقدش ولا نخسر، عندي بيت خمس لعيبه في 20 سنه عندهم القدره ان هم يلعبوا وسط الدرجه الاولى. لا قول لي اساميهم تاني يا كابتن عشان عندي نسكت. عندي طبعا عندي بودي حسام، عبد الرحمن حسام، بودي حسام اصلا موجود في الدرجه الاولى بقاله كذا سنه. انا عارف، بس برضو الاحتياجات الفنيه وظروفه ممكن تكون في اثنين بالميكرات على اعلى مستوى موجودين حاليا في الدرجه الاولى، فممكن تكون مش ظروف مش سامحاه، ولكن هو لعيب عالي جدا جدا جدا. مؤمن موسى، بوزيشن 2 و3، شارب شوتر، لعيب انا عندي ثقه فيه غير طبيعيه، وهو عنده ثقه في نفسه، شويت في اوقات حساسه وفي اوت اوف بوزيشن، لعيب يعني تعتمد عليه في ماتشات صعبه. يوسف المعداوي من اهم اللعيبه الموجوده عندي في الفرقه، ربنا يشفيه، هو حاليا مصاب، هو الولد يعني حظه وحش شويه، بيطلع من اصابه يرجع في اصابه، انما عنده قدره انه يرجع وبيأهل، والاصابه الاخيره دي بسيطه سبرين انكل، يعني ان شاء الله يوم او اثنين وهتلاقيه في الملعب، عنده يقدر يلعب في اجواء الدرجه الاولى ويشيل، وامكانياته ومستقبله تأهله. هو انت اللي بترشح كابتن اسلام للكابتن اشرف؟ انت اللي بقول مع الاثنين اللي موجودين كلهم بيتمرنوا اصلا مع الدرجه الاولى. انت قلت يوسف المعداوي، فاضل اثنين عشان بس سريعا عشان نرجع للمباراه. انا قلت بودي حسام ومؤمن ويوسف المعداوي والاثنين اللي موجودين. كابتن خالد، ارجع لك في معتز حسني.
مباراة الجزيرة ومازن ياسر مفتوح كابتن الفريق بس هو طبعا لسه فاكر الجبس وبيأهل برضو قدامه إن شاء الله أسبوع أو 10 أيام في الملعب بإذن الله. كابتن خالد عندنا معتز حسني كان صفقة من صفقات يناير اللي جت لفريق النادي الأهلي أدى أداء كويس شفنا حد ضنكين الماتش اللي فات الواد ما شاء الله شيب حلو جسمه كويس بتاع شايف النهارده ممكن يبقى ليه دور معتز حسني اعتقد ان هو هيبقى يعني هيبقى له مستقبل كبير جدا مع الفرقه يعني ان شاء الله يعني انا متنبئ له لانه لعيب عنده امكانيات جسمانيه حلوه جدا وملتزم وبيعرف يعني بيعرف يستغل امكانياته والفيزيكال على فكره دلوقتي يعني مهم جدا في الملعب ان انت يبقى الفيزيكال بتاعك مساعدك لان هو ده اللي بيفرق ما بين فرقه وما بين فرقه يعني معتز اعتقد اضافه قويه جدا للفرقه. طيب دي قائمه طبعا النادي الاهلي وخليني برضو اجي لك انا رحت اتكلمت مع وولتر هودج مع كابتن اسلام ولكن عم محتاجين نتكلم على اليكس يونج. اه كابتن خالد يعني راي حضرتك اليكس يونج مين ممكن في الزمالك يدافع عليه؟ اليكس يونج يعني لعيب عنده حلول كتير جدا. اولا بيعرف يلعب على الباسكت كويس جدا من جوه ومن بره طويل هو دفاعه يعني ضعيف شويه في الديفنس لكن الاوفنس بتاعه قوي جدا وسكورر وبيعرف يجيب في اوقات حرجه بيوصل المربع وبيشوط بالظبط يعني. وبعدين طويل فبيعمل ميس ماتش يعني بيبقى صعب على المدافعين ان هم يقدروا يراقبوه فطبعا هيبقى يعني لما بيبقى موفق في الجيم بيعمل فرق كبير جدا مع النادي الاهلي. والغريبه يا كابتن ان اليكس يونج بتطلع الماتش بتبقى مش حاسس حاطط 20 بونت وانت مش حاسس انه حطه. دي الحلو فيه يعني ده الجميل ان هو ما بيحط الباسكت السهل. هو لعيب سهل بيلعب السهل الممتنع وباسكته حلو يعني في ناس بتبقى السنس بتاعها حلو كده تحس ان هم شيك في صحيح. في لعبهم ما بيلعبش لعبه بالعافيه بالظبط مش عارف يجي فعلا بالظبط. طيب اهو ده دي صور طبعا لاليكس يونج في التسخين اكيد طبعا هي حاطط الهيدفونز في ودنه يعني يعني الامريكان برضو يا كابتن هم طريقه التسخين والسماعات وكده هتلاقي وانت موجه ناحيه السماعه برضو بعمل كده خلي بقى طبي مستوره اسلام احنا نقول بقى احنا لما كنا بنسمع صفاره ال 24 ثانيه قلنا ده انجاز بس كنت بسمع اغاني مش احنا لما اول صوت سمعناه كان ال 24 ثانيه الصوت يعني الحمد لله الحمد لله. بقول لك كابتن خلينا نيجي بقى اسلام نستعرض معاك قائمه سله الزمالك وعايزين برضو نحط ونركز على الشباب اللي طالعين برضو لان انا مجهز الحته دي. طب اتفضل قائمه سله انا الزمالك. عندي في قائمه الزمالك طبعا السكور شيت 12 لعيب فيهم اربعه ناشئين الاربعه ناشئين دول ثلاث اثنين تحت 20 سنه واثنين تحت 18 سنه. طب قول القائمه واستعرض لنا مين بقى. القائمه حاليا احمد ياسر عبد الوهاب ده ابن كابتن ياسر ابو وهاب ادي اول لعيب تحت 20 سنه. تمام. كريم الدهشان هنت قدام كريم الدهشان انه لاعب النادي الاهلي السابق وكان حاضر الفتره الذهبيه مع النادي الاهلي بحصوله على بطوله افريقيا. اسلام سالم انس اسامه مهاب ياسر عبد العاطي ده لعيب تحت 20 سنه برضو مصطفى مكاوي كيجو والتر هوج المحترف معاذ ايمن ياسين ياسر عبد الوهاب لعيب تحت 18 سنه علي حجازي لعيب تحت 20 سنه حازم الوشاد معتز المشعل. مين بقى الاربعه الصغيرين يا كابتن؟ احمد ياسر عبد الوهاب 20 سنه مهاب ياسر 20 سنه مهاب ياسر عبد العاطي 20 سنه ياسين ياسر عبد الوهاب اخوه الصغير 18 سنه وعلي حجازي 20 سنه. بس خلينا نقول حاجه على مهاب ياسر يا كابتن. مهاب ياسر لسه راجع من اكاديميه الام بي اي وكانوا مستنيين موافقه الاكاديميه عشان يلعب. بس هو كان موجود الموسم اللي فات. ما هو كان موجود بس سافر. وكان موجود في الموسم اللي كان فيه ستوجلن وحصل على بطوله الدوري وعايز اقول لك ان من ضمن طرق الدفاع كنت بقول لك ان ايام ستوجلن كانت اللعيبه بتسيب مناتها وتروح تدافع بزياده على ستوجلن. مهاب ياسر كان موفق في الفتره دي ولما كان ستوجلن بيسيب الكره وتروح لمهاب ياسر كان بيشوط وبيجيب وكان ليه دور في مكسب الزمالك بالدوري السنه اللي فيها ستوجلن. طب كابتن يعني خليني برضو يعني استعرض مع المشاهدين ان الاسباني اجوستي بوش كان ليه تصريحات من يومين انه طبعا بيقدر المباراه وانه قال انه هو عارف مباراه الاهلي والزمالك مباريات قمه وانه عارف انها بطوله خاصه وده ديربي مصر كلها. فالحقيقه يعني مدرب الاسباني طبعا ليه او المدرب الاسباني فريق نادي الزمالك يعني بيقدر المباراه وعارف اهميتها ودي كانت تصريحاته. وخليني اقول برضو ان كوتش اشرف توفيق او المدير الفني في النادي الاهلي من الناس اللي بتشتغل ما بتتكلمش الحقيقه يعني هو نادرا ما بيلاقي له تصريح او لقاء فيعني ده كان تصريحات كلا المدير الفني. طب كابتن خلينا قبل طبعا يعني خلاص ثلاث دقائق وهنروح ارض الملعب من وجهه نظر حضرتك كابتن خالد الخمسه اللي ممكن يبتدي بيهم كابتن اشرف توفيق مباراه النهارده يعني احنا بنتوقع يعني 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 في اعتقادي ممكن يبدا هو كابتن اشرف دايما بيحب يبدا بناشئ او بحد جديد في الخمسه الاولانيين يعني هتلاقيه مثلا منزل عمرو علاء زهران في الاول تمام او مالك هينزله في الاول مالك ياسر ابو الفتوح
بيحط دايما بيحب يزق واحد من الناشئين يديله ثقه في الاول نشوفه هيمشي مع رتم الجيم هيعلى لو لقى ماشي كويس بيسيبه صحيح. بيسيبه يكمل صحيح. لو لقى لسه يعني مش مظبط بيبتدي يسحبه ولو في فرصه تانية ينزله تمام. فاعتقد ممكن ينزل حد من الصغيرين يعني ينزل عمرو علاء زهران من اهم الاسباب اللي ممكن يخليه يبدا ابو عمرو انه يلعب مان تو مان مع ولتر هود بالظبط زي ما عمل مع جيمس جاستس محترف نادي الجزيره خاصه ان عمرو علاء كمان فيزيكال يعني لعيب قوي فبيقدر ان هو وصغير لسه فعنده القدره ان هو يتابع كويس ده مودي الجرحي طبعا مودي الجرحي ممكن ينزل بيه برضو يبقى هو العنصر الخبره اللي موجود في الملعب تمام وهينزل ممكن ينزل عمر طارق بوزيشن 5 واليكس يونج اربعه وجنبيهم ممكن ينزل عمرو ممكن ينزل ابراهيم الجمال مثلا ممكن يبدا بابراهيم الجمال أو ابو النصر ممكن يبدا بابو النصر بس بيتهيالي يعني ابو النصر ممكن هيبقى ليه مهم كمان مراقبه ولتر هودج فمش هينفع انا عايز اعلق على ابو النصر دي اتوقع ان لو عمرو زهران هيبدا يبقى مش هيلعب ابو النصر يبقى هو تغيير هو عمرو زهران عمرو زهران لنفس الاسباب ابو النصر تكوينه الجسماني قوي بيعرف يدافع نفسه طويل يقدر ياخد هودج من اول الملعب يقدر يقوم بنفس المهمه ممكن نزود على عمرو زهران انه خبرته اعلى فيقدر اوفنسيفلي يقدر يجيب باسكت لما عمرو زهران يستهلك قوه ولتر هوج طيب خلينا اجي لك كابتن اسلام وتتوقع مين الخمسه اللي ممكن يبتدي بيهم نادي الزمالك مش هيبقى في مجافيات كتير لان القايمه الاساسيه بتاعه نادي الزمالك ناقصه اربع لعيبه مهمين وحاطط مكانهم اربع لعيبه ناشئين بس اللي انا متوقع انه يبدا من الصغيرين ممكن مش اكيد يعني مهاب ياسر عبد العاطي خاصة ان هو كان برضو صرح المدير الفني برضو من ضمن تصريحاته انه عنده غيابات ولكن الشباب يقدروا وهم بالفعل الاربع لعيبه على اعلى مستوى الناشئين لو عمر هشام سليم مش موجود كان هو اللي هيبدا وعشان كده انا بقول مكانه مهاب ياسر انما ولتر هودج بنسبه يعني فوق ال 100% هيبدا يعني اعتقد الاثنين الطوال ما اعتقدش انه ممكن يغير غير يعني مش هيبعد كتير عن انس ومصطفى كيجو يبقى احنا كده عندنا اربع لعيبه الخامس من وجهه نظري ممكن يكون اسلام سالم او معتز مشعل طب كابتن عشان احنا يعني دقيقه بالظبط ان شاء الله وهنروح لارض الملعب ومعلقنا طبعا الكابتن احمد مناع لنقل المباراه توقعاتك للمباراه في نص دقيقه كابتن ما نقدرش نقول توقعات ماتش في منتهى الصعوبه على الفرقتين وما نقدرش نقول ان في اولويه احنا الاولويه الملعب لينا ولكن الماتش مش بالبساطه والسهوله فمن يقدر نتمنى طبعا يعني في تمنيات وتوقعات نتمنى ان احنا نكسب ان شاء الله انما توقعات انا ما عنديش اي توقع طب كابتن خالد في نص دقيقه كده توقعات حضرتك لا انا اتوقع ان الاهلي هيكسب النهارده ان شاء الله فرق 5 بونت او 10 بونت باذن الله اتوقع كده يعني تمام. لان انت عندك غيابات كتير في الزمالك واعتقد دي هتاثر على الفرقه تمام طيب اعزائي المشاهدين ده كان الاستوديو التحليلي طبعا على قدر الاستطاعه حاولنا ننقل حضراتكم يعني صوره عن المباراه واللي بيجرى فيها واللاعبين والجهاز الفني والاجانب وكل شيء هنطير لصالة الأمير عبد الله الفيصل طبعا خلاص دقائق وتنطلق المباراة ومعلقنا الكابتن أحمد مناع فإلى هناك